بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. كالعادة بذكر حضراتكم بالإجراءات الاحترازية قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة. الإصابات بالأمس كانت 778 حالة إصابة و43 حالة وفاة. واضح أن الأعداد الإصابات بتزيد للأسف الشديد، يعني احنا نتعشى من الاعداد تقل، لان الوضع بهذا الشكل الحقيقة غير مطمئن. الوضع يا جماعة غير مستقر، لازم نحافظ على نفسنا كويس جدا ونتبع الاجراءات الاحترازية اللي احنا كلنا طبعا حفظناها تقريبا اللي احنا كلنا حافظينها: ارتداء الكمامة في الاماكن المزدحمة، في المواصلات العامة، التباعد بقدر الامكان، ده مهم جدا. كمان الاهتمام بموضوع الرياضة والتغذية السليمة، ده مهم قوي علشان الجهاز المناعي. عاوزين نلتزم بهذه الإجراءات علشان نحاول أن الأعداد تبدأ في النقصان مرة أخرى. موضوع حلقتنا النهاردة الحقيقة من الموضوعات اللي احنا يمكن ما اتكلمناش فيها قبل كده، وهو خاص أو متعلق بالثروة السمكية، لكن هنتكلم عن إدارة معينة وهي الإدارة العامة للمصايد بهيئة الثروة السمكية. هنشوف الإدارة دي إيه دورها، هل لها دور في نهر النيل فقط ولا في البحر الأبيض والبحر المتوسط، دورها إيه مع الصيادين، إيه الدور اللي بتقوم به هذه الإدارة، مع ضيفي اللي بيشرفني في هذه الحلقة السيد المهندس عاطف مجاهد مدير الإدارة العامة للمصايد بهيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. اهلا محمد. كل عام وحضرتك طيب. ربنا يخلي فندم، كل سنه وحضرتك طيب وعلى عاملين في القناه بخير. ربنا يخليك. طبعا حضرتك مدير الاداره العامه للمصايد بالهيئه العامه للثروه السمكيه. نعرف المشاهدين ايه هي الاداره العامه للمصايد. الاداره العامه للمصايد باختصار هي المسؤوله عن كل ما يتعلق بالمصايد المصريه، سواء في نهر النيل او في البحيرات او في البحر الاحمر والمتوسط، خليج السويس، خليج العقبه. كل ما يتعلق بالمصايد المصريه هو الاداره هي المعنيه به. الاداره بتعمل على ثلاث محاور. احنا الحمد لله طورنا الاداره في خلال السنوات الاخيره وبنعمل زي ما قلت حضرتك كده على ثلاث محاور: محور اداري ومحور فني ومحور علمي. المحور الاداري بيتمثل زي ما حضرتك قلت كده ان احنا مسؤولا عن الصيادين. اي حد صياد بيبقى معاه بطاقه صيد او رخصه صيد. الاداره هي المعنيه باستخراج وتجديد رخص الصيد على مستوى الجمهوريه في كل المسطحات المائيه. نقطه مهمه. الاداره المعنيه، احنا عندنا حوالي 5000 مركب صيد الي، عندنا حوالي 25 او 30000 مركب شراعي في البحيرات ونهر النيل. الاداره هي المعنيه باستخراج وتجديد الرخص دي. واي حاجه بتتم في المركب سواء تغيير تعديل احنا الاداره المعنيه بيها. الاداره كمان معنيه باصدار بطاقات الصيد لكل الصيادين على مستوى مصر. اي صياد بينزل يصطاد في اي مسطح مائي لازم يكون معاه بطاقه صيد. بطاقه الصيد بيتم استخراجها من هيئه الثروه السمكيه من الاداره عندنا. الصيادين الهواة، حضرتك شفت يعني كان في الفترة الأخيرة كده كلام كتير عن صيادين الهواة وإيه الإجراءات والكلام ده، الإدارة برضو هي المعنية باستخراج تراخيص صيد الهواة. طبعا الإدارة يعني حتى الصيادين الهواة ليهم رخصة، ليه رخصة، رخصة صيد الهواة اللي هو واقف بصنارة. أيوة. على كوبري. أيوة. أو على النيل بالظبط يا فندم. ده كمان ليه رخصة؟ طبعا ليه ترخيص. يعني هو ممنوع؟ ممنوع إنه يعمل بدون ترخيص. ده الموضوع ده يعني طيب دي حاجه. لا يعني احنا في الفتره الاخيره يعني نبهنا الناس ووجهناهم للمساله دي، ان احنا عندنا 43 مكتب مصايد. ده هيصطاد ايه يعني علشان هي المساله اولا تنظيميه. لان مش صياد نهر النيل بس، لكن في صيادين بينزلوا في نزهه على لانشات، فلازم ان يكون محصور ومعروف عدده والانتاج اللي بيجيبه. عشان تقدر تحسن انتاج سواء في البحر الاحمر، بحر المتوسط، حضرتك عارف شرم الشيخ والمناطق دي، فلازم يكون معاه ترخيص من الثروه السمكيه. عندنا 43 مكتب مصايد موزعين على مستوى الجمهوريه في كل المحافظات بتقدم الخدمات اللي انا قلت لحضرتك طيب عليها دي. طيب معلش خلينا يعني نقف شويه عند الرخصه الخاصه بالهواة. تمام. هل بتكون سنويه ولا إيه؟ القانون يعني ادى يعني المواطن ان هو يختار في يومي وفي شهري وفي سنوي. لكن حضرتك عارف ان يومي في يومي
القانون محدد كده، اللائحه التنفيذيه للقانون اللي احنا بنعمل بيه، بيقول ان انت لو حضرتك عايز تاخد ترخيص يومي ده ليه رسوم، لا ترخيص شهر، لكن كل الناس طبعا تاخد ترخيص سنوي، ان هي رسوم بسيطه جدا يعني اجمالا كده كل المطلوب حوالي 35 جنيه في السنه. إن ده بالنسبه للهوايه. الهوايه، لان القانون من سنه 83 يعني. ما يجيش 8 كيلو يعني. ولا اي حاجه. من سنه 83 القانون، فالمساله سهله يعني. زي ما قلت لحضرتك عندنا 43 مكتب مصايد موزعين على مستوى الجمهوريه، هم اللي بيقدموا الخدمات دي، سواء تجديد او استخراج رخص صيد، رخص هواه، بطاقات صيد، كل ما يتعلق بالصياد المصري احنا بنقدم له الخدمات دي. في جزء تاني طبعا بقى الجزء الفني. الجزء الفني ده اللي بيتلخص في ان احنا المسؤولين عن يعني عن المحافظه على المخزونات السمكيه في كل المسطحات المائيه. المحافظه على المخزونات السمكيه دي بيبقى لها كذا اطار، يعني قرارات وقف الصيد اللي بتتم في المسطحات المائيه، تحديد حرف الصيد العامله في المسطحات المائيه، الاداره هي المعنيه بيها، عمليات انزال الاسماك والمواصفات الخاصه بيها، الاداره هي المعنيه بيها. الجزء الثالث هو الجزء العلمي. احنا يعني اضفنا شغل جديد للاداره، ان احنا يعني الجزء العلمي معروف ان المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والجهات العلميه والبحثيه سواء جامعات او غيره، لكن الاداره برضو بتقوم بجزء علمي، بتعمل دراسات سنويه عن المخزونات السمكيه، دراسات اقتصاديه واجتماعيه لمراكب الصيد عشان نعرف المراكب بتكسب او ما بتكسبش، ايه الفئه المعينه اللي بتكسب عشان نقدر نطور نركز على الفئه دي. يعني في فئات معينه المراكب الصغيره واللي دايما بيبقى في نزاع بين المراكب الكبيره والمراكب الصغيره، الراجل اللي بيشتغل يوم بيوم ده، فبنعمل له دراسه عشان نشوف هل هو في مردود للعمل بتاعه ولا لا. كل دي دراسات بتعملها الإدارة وبتطلع بتوصيات، والتوصيات دي بيتم تطبيقها في علميا يعني. لنا تعاون مع المنظمات طبعا الإقليمية والدولية زي منظمة الفاو وهيئة مصايد البحر المتوسط اللي هي جي اف سي ام، بيبقى ليها توصيات، ليها تقارير، ليها بتحتاج تفاصيل مننا، بتمول بعض المشروعات أحيانا، احنا بنعمل مشروعات كتير جدا عشان ننمي الثروة السمكية. المنظمات دي أحيانا إنها بتساعدنا في عمليات التمويل أو مسألة الشراء. ده باختصار بسيط جدا يعني عمل الإدارة العامة للمصايد. أكتر المحافظات اللي فيها نسبة صيد عالية. المعروف ان محافظه يعني لو اتكلمنا مثلا على البحر المتوسط، فاحنا عندنا محافظه دمياط فيها حوالي 850 حوالي 900 مركب آلي، فيها حوالي 300 مركب شراعي، فتعتبر محافظه دمياط هي الاكبر في عدد الصيادين. ومحافظه المطريه برضو لها صيادين كتير جدا بتعمل في بحيره المنزله، وجزء كبير جدا منهم بيعمل في خليج السويس. محافظه كفر الشيخ من المحافظات اللي فيها اعداد صيادين كتير جدا، لانها ليها كذا يعني متنوعه او كبيره، المحافظه كبيره ففيها اعداد برضو صيادين كبير. لو اتكلمنا مثلا عن البحر الاحمر، فمعروف ان محافظه السويس اللي خليج السويس، ميناء الاتكا، ميناء الاتكا وميناء السلخانه هم الاعداد الاكبر تقريبا. لو نزلنا تحت شويه طبعا الغردقه فيها مجموعه صيد، حلايب وشلاتين الاعداد مش كتيره هناك، لكن برضو عندهم نشاط سمك كبير. البحيرات بقى حضرتك منتشره على مستوى الجمهوريه كلها، محاره البرولوس، كفر الشيخ طبعا متمركزه صيادين كلهم من كفر الشيخ، بحيره المنزله، السواد الاعظم من محافظه الدقهليه وجزء بسيط من محافظه بورسعيد، بحيره البردويل طبعا شمال سيناء، قارون والريان، الفيوم، ما فيش محافظه في مصر الا وفيها نشاط للسمك. ما هو صح طبعا، انا مع حضرتك، احنا عندنا عدد كبير جدا من البحيرات، بالاضافه طبعا عندنا نهر النيل العظيم، بالإضافة للبحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، لكن ما زلنا يا باشمهندس عندنا مشكلة في الأسماك. إيه السبب؟ يعني لو أي دولة أخرى أعتقد تمتلك كل هذه الإمكانيات، يعني أعتقد كان يبقى عندنا الأسماك دي أرخص سلعة في السوق. والله هو الموضوع ده فيه يعني لبس يمكن او مش واضح شويه للناس. بالعكس، احنا ما عندناش مشكله في الاسماك ولا حاجه. احنا الاسماك متوفره. حضرتك لو قارنت متوسط اسعار الاسماك مقارنه باللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء، هتلاقي في استقرار في اسعار الاسماك عندنا. لو حضرتك اتكلمت على اخر سنه، ما هو برضه لو هقارن ده بالامكانيات المتاحه،
والبحيرات والمفروض يبقى السعر اقل. حضرتك لو يعني لو حبينا نتكلم عن المصايد وعن الثروه السمكيه عموما فنتكلم ما قبل 2014 وما بعد 2014. ما قبل 2014 كان زي ما حضرتك بتقول كده، اولا المصايد الطبيعيه معروف على مستوى العالم انها دايما فقيره في الانتاج بتاعها، واحنا كمان في مصر للاسف البحر المتوسط عندنا احنا بنقع في اخر البحر المتوسط، فما عندناش تيارات مائيه تخلي فيه تنوع في الاسماك، فتلاقي المنطقه عندنا فقيره في الاسماك، على عكس مثلا المغرب عندها المحيط الاطلنطي، على عكس تونس عندها خليج قابس، في تيارات بحريه فبيبقى ثروه سمكيه عندهم غنيه شويه. كذلك في البحر الاحمر برضو احنا الناحيه ناحيتنا الناحيه اللي هي تحت عند باب المندب لو اليمن والكلام ده تلاقي فيه وفره في الاسماك، لكن احنا عندنا فيش تيارات مائيه فالاسماك قليله، لكن الدوله عشان تتلافى هذه المشكلات اتجهت للمزارع السمكيه. بالظبط فندم، اتجهت للمزارع السمكيه. اولا ان مصر هي الاولى افريقيا في انتاج المزارع السمكيه، هي السادس على مستوى العالم، هي الاولى او رقم اثنين على مستوى العالم في انتاج البلطي. ده كان الاستزراع السمك المائي اللي هو العذب، الماء العذب اللي هو الانتاج البلطي يعني اغلبه بلطي، لكن حضرتك شفت بقى السنتين الاخيرين الاهتمام الكبير جدا من مؤسسه الرئاسه بالبحيرات، حضرتك التطوير والتطهير اللي تم في بحيرة المنزلة الناس كلها بتتكلم عنه دلوقتي ولا يخفى على أحد، حتى الصيادين نفسهم يعني المساحات زادت وتم تطهير مساحات كبيرة جدا، فالمردود بقى عالي جدا. المشروعات اللي بيتم افتتاحها بقى اللي هي فكرة المشروعات ذات الأهداف المتعددة، مش المشروع ذات الهدف الواحد، حضرتك مشروع زي مشروع الفيروز، زي بركة غليون، زي مشروعات هيئة قناة السويس، كل دي مشروعات بتبدأ من استزراع وتفريخ ومصانع تتبع لهذه المشروعات، وتصنيع وتصدير كله. بالظبط، تصنيع وتصدير. فانت بتتكلم هي دلوقتي يا باشمهندس عاطف دلوقتي بقت سمة المشروعات الضخمة. بالظبط، حتى الزراعية. ايوه بالظبط، ما عادش فيه بس ان انا بعمل مشروع زراعي، لا ده انا بعمل تعمل مشروع متكامل، مشروع استصلاحي متكامل لأهداف بالظبط، في زراعة وفي صناعة وفي بشر وفي إنتاج وفي تصنيع وفي تصدير وفي كل حاجة. بالظبط، فالاتجاه زي ما قلت حضرتك احنا متميزين جدا في الاستزراع السمكي المياه العذبه، لكن السنتين الاخرانيين او الثلاث اربع سنين الاخرانيين كان اتجاه الدوله للاستزراع البحري، فزي ما قلت حضرتك المشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها دي كلها استزراع بحري، وده تطور جديد نوعي او نقله نوعيه في الثروه السمكيه، ان انت بتوفر حتى المنتجات البحريه باسعار في متناول السوق او متناول الشعب يعني. فدي تطور كبير حصل في الثروه السمكيه أكيد. في مصر. هل تتوقع في رمضان ان شاء الله اسعار الاسماك تنزل علشان معظم الناس بتتجه بقى للحوم والدواجن وكده؟ والله يا فندم احنا بنبقى متعودين ده بالذات في اول رمضان لغايه نص رمضان، اكيد بعد أكيد. كده الناس تزهق من اللحمه تبدا ايه، احنا حتى لما يعني بنيجي ناخد قرارات وقف الصيد مثلا في بعض المسطحات المائيه زي بحيره ناصر مثلا او البحر خليج السويس والبحر الاحمر، بنراعي ان احنا يعني نخلي وقف الصيد يعني السنه دي مثلا اتكلمنا على خليج السويس مثلا، راعينا ان المراكب الصغيره انها تقف من 1/5، ادينا فتره 15 يوم في رمضان او 18 يوم تقريبا في رمضان، كانت التوصيات العلميه بتقول ان احنا نوقف من 15/4 او من 1/4، لكن احنا ادينا 15 يوم عشان برده ما يحصلش نقص في المنتج السمكي. بحر المتوسط موجود، البحيرات كلها موجوده ما فيهاش وقف الحمد لله، حتى بحيره قارون بنفكر ان احنا نوقفها بس يكون ان شاء الله بعد رمضان بحيث ان ما يحصلش تاثير للمنتج السمكي ويكون متوافر، وان شاء الله الاسعار زي ما حضرتك طبعا انتوا بتوقفوا الصيد لهدف معين. طبعا اهداف معينه يعني وقف الصيد ده احدى ادوات المحافظه على المخزون السمكي، تنميه الثروه السمكيه بتوفر يعني الاسماك في وقت معين بتحتاج انها الاسماك الكبيره الامهات انها ترمي البيض والاسماك الصغيره انها تاخد فرصه لانها تكبر، فانت بتدي راحه اسمها راحه بيولوجيه للمسطح المائي ان الاسماك بتستعيد عافيتها، وان انت ما تصطادش الاسماك الصغيره، انت ما بتصبر عليها شهر او اثنين الاحجام بتتضاعف، فده احد اهداف وقف الصيد في المسطحات المائيه. احنا عندنا تقريبا كم صياد في مصر؟ كتير، عندنا صيادين كتير، العدد يعني قد يزيد عن 100,000 صياد.
ده المسجل. احنا برضو في هذه المساله عندنا يعني جانب كبير جدا من الصيادين بنقول عليهم اللي هو غير الرسمي او غير المسجل، وكان في اهتمام كبير جدا من الرئاسه بالمساله دي. في تعاون حاليا بيتم مع وزاره التضامن ان احنا نسجل كل الصيادين اللي موجودين في مصر سواء الرسمي او غير الرسمي. في بعض الصيادين بيعملوا في بعض المسطحات المائيه بدون تسجيل. احنا اطلقنا مبادره الحقيقه من حوالي شهرين. طب هو هيشتغل ازاي بدون تسجيل؟ ما هو لازم يبقى معاه رخصه. شوف حضرتك، في بعض المناطق اللي الصياد ممكن ينزل فيها من غير رخصه. طبعا المسطحات بتقوم بدور كبير جدا في المساله دي. في المياه البحريه صعب لانها المنافذ معروفه ومحدده وما يقدرش ينزل الا بترخيص، لكن في طبعا في على اتساع نهر النيل والبحيرات والكلام ده بيبقى بعض الصيادين ان هم بيمارسوا المهنه من غير تسجيل. المسطحات زي ما حضرتك بتعمل دور كبير جدا، لكن احنا اطلقنا من شهرين كده حمله توعيه ان احنا نسجل كل الصيادين، حتى كانت مبادره رئاسيه ان احنا عايزين الناس دي كلها تستفيد من المبادرات الرئاسيه اللي موجوده دلوقتي، تكافل وكرامه وبرنامج فرصه، برامج كتير جدا الناس دي ما بتستفيدش بيها لانها غير مسجله. يعني احنا مثلا الرئيس اطلق مبادره اسمها مبادره بر امان، توزيع شباك على اصحاب المراكب في البحيرات ونهر النيل، وبدل وكوزلوك للصيادين برضو في البحيرات ونهر النيل. تقريبا 50,000 صياد هيستفيد من المبادرة دي على كل نهر النيل والبحيرات. فكانت حوالي المبادرة 50 مليون جنيه تقريبا على حوالي 50,000 صياد أو 42,000 صياد اللي هم المسجلين. فاحنا أطلقنا مبادرة يا جماعة الناس اللي مش مسجلة تتفضل تسجل عشان لو في اي مبادرات رئاسيه يقدروا يستفيدوا بيها. الاجراءات الخاصه باستخراج الترخيص، يعني انا دلوقتي صياد سواء كنت هاوي او صياد محترف، ايه الاجراءات عشان اكون الصياد الهاوي؟ ما فيش مشكله بالنسبه له في اي وقت بيتوجه لاي مكتب مصايد، زي ما انا قلت لحضرتك الى 2 او 43 مكتب مصايد على مستوى الجمهوريه، بصورتين وصوره البطاقه بيطلع الترخيص او رخصه الهواء اللي بيطلعه في الحال. في الحال وهو واقف بياخده معاه ترخيص سنوي لمده سنه، زي ما قلت لحضرتك الرسوم 35 جنيه. اما فيما يخص بطاقه الصيد ليها برضو اشتراطات موجوده في كل مكاتب المصايد، الرسوم بتاعتها لا تتعدى برضو 25 30 تقريبا 30 جنيه، اللي احنا يعني برضو في اطار التطوير اللي احنا عملناه في الاداره ان كانت الرخص وبطاقات الصيد بتصدر ورقيه. احنا يعني طورنا المساله دي وعملناها ممويكنه، لان طبعا هو بينزل الميه ممكن تتبل منه ممكن تتعرض للتلف، فاحنا عملناها ممويكنه زي بطاقه زي البطاقه الشخصيه بالظبط. بتصدر دي بتتميكن عندنا في الهيئه في المركز الرئيسي. الرسوم بطاقه الصيد ليه بعض المستندات الناس كلها عارفاها اذا كان بيمارس مهنه الصيد، فاحنا محتاجين منه بيجي يملى طلب عندنا ويجيب لنا التامينات الخاصه بيه وبيستخرج بطاقه الصيد. الرخص بقى ما فيش تراخيص جديده نتيجه المحافظه على المخزونات السمكيه، فاحنا عندنا الاعداد الموجوده حاليا تفوق استيعاب المسطحات المائيه، فاحنا اوقفنا اصدار تراخيص جديده. واللي ده بالنسبه للصيادين المحترفين ولا الهواة؟ لا لا الهواة ما فيش مشكله، لا اصحاب المراكب. اصحاب المراكب ما فيش تراخيص مراكب جديده. لكن ما يتم حاليا هو تجديد التراخيص الحاليه. التجديد طبعا مساله سهله جدا برضو، المواطن بيتوجه بالرخصه القديمه اللي معاه والمستند الخاصه بيه بقى شهاده التسجيل الخاصه بالمركب، ولو كانت مركب اليه يبقى شهاده تسجيل ترخيص ملاحه ثاني للمركب، بعض المستندات بيقدمها للمكتب وبرضو بيحصل على الترخيص في نفس اليوم. دي الاجراءات اللي بتتم، وزي ما قلت لحضرتك ما فيش عندنا شغل مركزي، المكاتب كلها بتقدم الخدمات دي على مستوى محافظات مصر، ان طبعا المساله متراميه الاطراف، فمش معقول ان انا هجيبه مثلا القاهره او ان انا انقله من مكان لمكان. الصياد دايما بيبقى عايز ينزل يصطاد، مش عايز يتعطل يوم واثنين وثلاثه عشان يخلص المكان الاجراء بتاعه، فاحنا موفرين المساله دي في كل مكاتب المصايد على مستوى الجمهوريه. هل ليكم دور توعوي او ارشادي او تدريبي مع الصيادين؟ ولا انتوا دوركم فقط محصور في الناحيه الاداريه؟ والله يا فندم شوف هقول لحضرتك، يعني هو اختصاص الاداره او الهيئه هو الناحيه الاداريه، لكن احنا يعني تعدينا المرحله دي من زمان. احنا اصبحنا حتى الصياد لما بتواجهه اي مشكله مع اي جهه اداريه ثانيه بيجي لنا، مع اي محافظه مثلا. اتفضل. اذا كان عنده مشكله مثلا مع التامينات بيلجا للثروه السمكيه، وبيعتبر ان الثروه السمكيه هي المسؤوله عنه وهي المنوطه بانها تحل له كل مشاكله. واحنا فعلا يعني بنتولى الدور ده،
وفي مسألة التدريب احنا طبعا بنعمل لهم دايما لقاءات وبنعمل لهم ندوات وبنعمل لهم ارشاد. عندنا طبعا إدارة تانية اسمها إدارة التعاون، دي مسؤولة عن الجمعيات التعاونية والصيادين، بتعمل دايما ارشاد لاعضاء الجمعيات وللصيادين. فاحنا بنقوم بادوار كتير جدا يمكن احنا مش منوطين بها رسميا، لكن هو الصياد بيبحث عن من يعني زي ما بيقولوا كده عن اب لي، وهو وجد في هيئه الثروه السمكيه انها تبقى هي المسؤوله عن المساله دي، واحنا بنرحب جدا بالمساله دي. اذا واجهته اي مشكله مع اي جهه، كان في قانون للتامينات صدر قانون 148 لسنه 2019 وكان بيواجهوا بعض المشكلات، احنا الحقيقه تولينا المساله دي وعملنا اجتماعات كتير جدا مع الهيئه القوميه للتامينات، والحقيقه كان عندهم استجابه كبيره جدا لكل مطالب الصيادين، والحمد لله وصلنا الى صيغه توافقيه يعني حلت المشكله للناس كلها. دوركم بينحصر فقط في عمليه الصيد ولا ليكم دور بعد الصيد؟ رقابه مثلا على الاسماك ومتابعتها كده؟ هقول لحضرتك احنا برضو في اطار التطوير اللي حاصل في الاداره، احنا وجدنا مثلا ان احيانا يعني احنا مانعين صيد مثلا السلاحف البحريه. لكن ببعض يعني بعض الصيادين يعني قله قليله من الصيادين ممكن يطلع معاه مثلا ترس زي ما بيسموها يعني ترس او كلام ده، واحنا بنلاقيها في الاسواق يعني بتهرب بطريقه او باخرى. الحقيقه حرس الحدود عامل شغل كبير جدا في المساله دي، لكن لا يمنع ان انت تلاقي مثلا بعض السلاحف البحريه موجوده في الاسواق. وده طبعا يعني ناس بتخالف كل فئه يعني. فاحنا يعني تواصلنا مع وزاره البيئه واتفقنا وعملنا مخاطبه لوزاره التموين انه يراقب الاسواق وانه يصادر الحاجه دي حتى وهي في الاسواق. ده كان ليه مردود كبير جدا طبعا مع الناس، ان هو حتى لو يعني لما صاحب المحل السمك لما يلاقي ان وزاره التموين او المباحث التموين هتصادر الحاجه دي منه فمش هياخدها من الصياد، فبالتالي ده نوع من انواع الحمايه والرقابه حتى على الاسواق. في سمكه زي سمكه الأراد السامه، ودي طبعا بتعمل مشكله كبيره جدا، وكان في كلام كتير جدا الفتره الاخيره، ووزاره الدفاع كانت مهتمه جدا بالمساله طبعا عشان دي بتهتم يعني صحه مواطن الاسماك السامه دي لو حد اكلها، فكان برضه في تواصل كبير جدا مع كل الجهات المعنيه، وزاره الصحه ووزاره البيئه ووزاره التموين، عشان حتى كمان نمنعها من الاسواق. احنا صحيح دورنا بينتهي عند المنافذ الخروج مواني الصيد، لكن حتى اذا زي ما حضرتك قلت كده حد خالف وقدر يطلعها فاحنا كمان بنعمل رقابه على الاسواق عشان نمنعها. وفي سمكة برضو اللي هي السمكة الأرنب تقريبا، ما هي سمكة الأرنب أو الأراد اسمها سمكة الأرنب أو الأراد، دي سمكة دي فعلا سمة. فعلا سمكة سامة إذا ما تمش التعامل معها بحرفية ففعلا وسمها شديد جدا ممكن تموت في خلال ثواني يعني. دي موجودة فين؟ دي موجودة يعني هي موجودة في البحر المتوسط عموما وبتنتشر تقريبا في اسكندرية، يعني أكثر المناطق اللي بتلاقيها فيها. بس هي دي بقى يا فندم يعني الناس هتعرف ازاي؟ لأن ممكن الصياد بيصطادها، لا الصياد وأنا أعرف إن السمكة دي يعني بتبقى ضخمة وفيها كمية لحم كتيرة. وممكن لحمها كويس على فكرة. بالظبط ممكن يقطعها بقى في ليه وبتاع يعني هو الصياد بتعرف ازاي؟ الصياد عارفها كويس وعارف. لا أنا بكلم حضرتك على الناس المواطن. أقول لحضرتك احنا عملنا يعني لقاءات توعوية كتير، كان في يمكن لقاء عملته مع في قناة الحياة مع الأستاذ محمد مصطفى شردي عشان ننبه الناس، وعملنا يعني ونشرنا على موقع الهيئة شكل السمكة ومواصفاتها عشان المواطن اللي ما يعرفش يبعد عنها، لكن الصيادين عارفينها كويس جدا. ما هو المواطن هيعرف لو شاف السمكة نفسها صح؟ لكن لو تم تقطيعها وبيعها يعني هيعرف ازاي؟ والله يا فندم الرقابة بقى، وزارة الدفاع وقوات حرس الحدود عاملة، وزارة التموين عاملين رقابة كبيرة جدا في الأسواق، عشان هو عادة الصياد بيطلعها خلسة كده وبتباع في أماكن معينة ومعروفة ومرصودة، والحمد لله في الفترة بتباع في أماكن معينة؟ معروف كده في أماكن معينة في اسكندرية. طب ليه يعني اشمعنى؟ يعني الناس يعني في ناس بتحبها مثلا؟ زي ما حضرتك قلت كده معقولة؟ وهي سامة؟ لحمها كويس لو قدرت تتعامل معاها كويس. اللحم أنا أعرف إن في جزء معين هي هو اللي سام الكبد والأمعاء والأحشاء، لو قدرت إن أنت تتعامل معاها بحرفية ما فيش فيها اللحم جميل جدا يعني، لكن احنا برضو حرصا على المواطن بنمنع تداولها نهائي. والحمد لله في الفتره الاخيره ما فيش الحمد لله اي اصابات منها نتيجه وعي الناس والجهات الرقميه اللي قايمه بدور كبير في المساله دي.
انتاجنا من الاسماك تقريبا سنويا كده. احنا تقريبا وصلنا 2 مليون طن سنويا. كله كله سواء مزارع او 80 او يعني حوالي 79 او في المية من الاستزراع السمكي، وحوالي 21% من المصايد الطبيعية. احنا عندنا وصلنا ل 2 مليون طن. ونحن اللي بنستهدف ان شاء الله 3 مليون طن في الاستراتيجيه 2030 ان شاء الله. عندنا يعني توري اكتفاء ذاتي تقريبا 85% من الاسماك. والاسماك اللي بيتم استيرادها لانها ما بتبقاش موجوده في يعني في كميات كبيره بيتم استيرادها لانها مش موجوده في الميه اللي عندنا، بنستورد من المناطق البارده بقى، سواء اللي هي المناطق اللي هي الانواع اللي مش موجوده عندنا في مصر. فاحنا عندنا اكتفاء ذاتي تقريبا 85%، ودي حاجه كويسه. ما هي وسائل النهوض بالثروه السمكيه في مصر؟ يعني ازاي انا اعمل على تنميتها بحيث ان الثروه دي تزيد كل عام؟ فيما يخص المصايد الطبيعيه، فالاساس فيها هو ان انت تحافظ على المخزونات السمكيه للاجيال اللي جايه، هو ده الهدف. الهدف انك تحافظ على المخزونات السمكيه، انك تطور يعني الانتاج يبقى تطويره نوعي. ما تصطادش، ممكن تصطاد 10 كيلو اسماك السمكه صغيره قد كده وتباع باسعار قليله جدا، لكن لو صبرت عليها زي ما قلنا كده في فترات الوقفه او وسعت الشباك بتاعتك شويه، فالاسماك دي هتكبر فهتصطاد نفس الكميه لكن بمردود بقيمه اعلى. فيما يخص الاستزراع السمكي، فاحنا يعني زي ما قلت لحضرتك كده تطور استزراع سمكي بحري. الفكره الاستزراع السمك الراسي، احنا بدل التطور الافقي ما اصبح ما عندكش مثلا اراضي، فنتجه لاستزراع السمك الراسي اللي هو المكثف، ان انت في مساحه قليله تجيب انتاج اكبر. ده المكثف وشبه المكثف بدل الاستزراع العادي. دي احدى وسائل التطوير. في الاستزراع التكاملي دلوقتي والاستزراع على الابار. فاحنا الحقيقه في بدانا اخيرا ان احنا نعمل اقفاص سمكيه في المياه البحريه. كل دي وسائل تطوير للثروه السمكيه وللانتاج السمكي عشان تقدر تكفي السوق المحلي، نتيجه طبعا عارف حضرتك زياده السكان السنويه. فاحنا لازم يكون عندنا تطوير شامل سنوي عشان تقدر تكفي الموجود يعني. الحقيقه دوركم مهم جدا، وطبعا نتمنى ان الثروه السمكيه تكون في زياده مستمره ان شاء الله، وعلشان اسعار الاسماك برضو تنزل. هي صح، انا معاك ان هي في متناول الجميع يعني. احنا عندنا الحمد لله اسعار الاسماك دلوقتي كويسه، يعني ما عادتش زي الاول يعني، وانتاجنا 2 مليون طن سنويا، ده برضو رقم مش بطال. لكن ان شاء الله نتعشم في زياده هذا الانتاج ان شاء الله سنويا. للاسف الوقت طبعا، علشان حضرتك عارف الظروف اللي كنا فيها في الهواء، فالوقت كان ضيق مع حضرتك، لكن طبعا سعداء بهذه المعلومات المركزه والمهمه في هذا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لاول مره. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للساده المهندس عاطف مجاهد مدير الاداره العامه للمصايد بالهيئه العامه للثروه السمكيه بوزاره الزراعه واستصلاح الاراضي. بشكرك جدا يا باشمهندس عاطف. الشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، اللهم امين. يعني رمضان ان شاء الله الاسبوع القادم، انا مش عارف حتى الان نظام بالنسبه لبرنامجنا شغال في رمضان مش شغال، لكن عموما كل عام وحضراتكم جميعا بخير، والشعب المصري ومصرنا الحبيبه وجيشنا وشرطتنا والقياده السياسيه وكل المواطنين بخير وسلام. والى ان القاكم لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.